ما هو السبب في تأشير الحاجات دي؟ قرب كده، قرب قرب، شايفين؟ شايفين البوهي عامله ازاي؟ شايفين؟ هنتكلم دلوقتي عن السبب. السبب اللي هو اشتغل مع لون اسمنتي، شايفين اللون؟ بص النص كف ده اللي تحت، النص اللي تحت، ها؟ شايف النص حصل ايه؟ ده ما ينفعش انك تشتغل عليه بلاستيك ربع لمعه او نص لمعه او لمعه، لازم تدي وش سيلر او وش برايم، تمام؟ غير كده بنيتك هتقشر زي ما انت شفت دلوقتي، شايف؟ قرب عليا، شايفين؟ بسهوله جدا دي المعلومه بتاعت النهارده. وكان معكم اخوكم محمود الحلواني، ولو استفدت من المعلومة دي متنساش اللايك والاشتراك، ولو عايز اي استفسار اكتبلي في الكومنتات. شكرا.